نروح بقى لمكالمه مع رئيس قطاع الناشئين بالنادي الاهلي اللي عامل شغل ما شاء الله هايل السنه دي، الكابتن خالد بيه، وتحياتي ليك يا كابتن خالد. كابتن اسامه تحياتي ليك ولقناه النادي الاهلي والساده المشاهدين. ما شاء الله النهارده موجود في تدريبات الفريق الاول 12 لاعب من قطاع الناشئين بالنادي الاهلي. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله. يعني زي ما حضرتك كنت بتقول احنا بنحاول بقدر الامكان ان احنا في الفتره الاخيره ان كل لعيبه النادي الاهلي تحس ان هي قريبه من الفريق الاول. وبشكر طبعا الكلام ده الكابتن سيد عبد الحفيظ طبعا ان هو يعني بيتعاون معانا وان هو بيدي فرصه للولاد مع طبعا مستر رسماني ان هو للولاد ولعيبه النادي الاهلي ان هم موجودين في الفريق الاول يتشافوا ياخدوا احساس الفريق الاول. والحمد لله كل ما مجموعه بتطلع في مجموعه منهم بتفضل. كويس. ودي ده نجاح بالنسبه لنا الحمد لله ان اللعيبه احنا بنقول لجمهور النادي الاهلي قطاع الناشئين في لعيبه كتير الحمد لله. انت كنت بتتكلم دلوقتي ان في 12 واحد النهارده موجودين في التدريب بتاع الفريق الاول وفي 10 لعيبه السنه دي. مش عايز يعني اقول كل عندي 10 لعيبه السنه دي الحمد لله. اعارات في الدوري الممتاز، اعارات من القطاع الناشئين للدوري الممتاز. ولو احنا كنا عايزين ان العدد يعني هي المشكله يعني العدد بس، لا انا كان عندي عروض كتيره قوي لبقيه الفرقتين 2001 و99. بس طبعا احنا بنشارك في المسابقه بتاعه 99 و2001 فطلعنا لغايه الحد اللي نقدر نكمل دي المسابقه يعني. انما انا عندي عروض ثانيه لمجموعه اللعيبه الثانيه. لا ما شاء الله انجاز كبير يا كابتن خالد، وما شاء الله عدد كبير ان احنا نشوف النهارده في تدريبات الفريق الاول. يعني منذ ايام قليله كان في اجتماع مهم مع لجنه التخطيط مع الادارات الموجوده، عايزين نعرف ما يخص قطاع الناشئين مع لجنه التخطيط برئاسه الكابتن محسن صالح، وكانت في وجود الكابتن محمود الخطيب. ابرز ما دار في الاجتماع. انت عارف يا كابتن اسامه ان احنا النادي كله ماشي بنظام سيستم، كلنا ماشيين نظام واحد، المشرف العام على الكوره محمود الخطيب ولجنه التخطيط كابتن محسن وكابتن زكريا وبقيه الاداره التنفيذيه للكوره يعني. فكان الاجتماع ده هو ربط ما بين الادارات كلهم، كل واحد احنا كلنا بناخد من بعض ونسلم لبعض. كابتن شطة عنده الولاد البراعم الصغيرين سن البراعم وبيقدر ان هو يشتغل في المحافظات كلها، بيقدر عينيه على كل المواهب اللي موجوده في المحافظات. بعدين بيسلم المرحله دي بالنسبه لي، وبعدين انا ان شاء الله بنطلع للفريق الاول. وبعدين كل الكلام ده كله بيربط بين الكابتن امير توفيق. بعد اذنك كابتن خالد دلوقتي يعني بدون ما اقطع كلامك، كابتن امير توفيق كان معانا هنا وقال لنا السنه الجايه النادي الاهلي بيفكر يعني الاعارات مش هتكون منقصره على داخل مصر، كمان ممكن يكون في اعارات في اوروبا. والله يا كابتن يعني كابتن اسامه لولا السنه دي موضوع الكورونا والدنيا كانت شويه فيها لخبطه كان في لعيبه من النادي الاهلي كنت هشوفها في اوروبا السنه دي. كويس. يعني احنا كنا ماشيين في الامور وبالفعل عندنا حاجات بنتكلم فيها كتير، انما يعني الظروف اللي هي يعني بتاعت كورونا واحنا لسه برضه قلقان على الولاد فبنجهزهم اكتر، وان شاء الله هتلاقي في يعني السنه الجايه الامور مشيت بشكل كويس. احنا شغالين وبنفكر في حاجات كتيره والامور بالنسبه للولاد اللي عندنا في قطاع الناشئين احنا بنقول لهم احنا بنساعد الولاد ان هم يبقوا موجودين بشكل كويس في اماكن كتير، واحنا كل ده هيستفاد بيه النادي الاهلي. احنا شفنا يعني اللعيبه اللي بتخرج اعارات يعني عايز تحافظ على الولاد على قد ما تقدر، بتخرج اعارات بيأدوا بشكل محترم جدا، يرجعوا يلاقوا مكان في النادي الاهلي تاني، بيلاقوا مكان في النادي الاهلي تاني. فكره الاعارات بصراحه معانا بشكل كويس. التفكير ان احنا نخرج الولاد بقى في اقل شويه ما نستناش لغايه ما يوصل 20 سنه، لا اللي هيجيله اقل من 20 سنه كمان هنبتدي نخرجه يبتدي ان هو يعني ياخد احتياج اكتر، وكل ده احنا بنستفيد بيه يعني. تمام. كابتن خالد طمنا بقى عن العمل داخل قطاع الناشئين خلال الفترة دي، خاصة بعد رجوع التدريبات مرة أخرى واستئناف الدوري في أول إبريل. والله يا كابتن أسامة احنا ما وقفناش التدريبات أصلا، احنا أول ما جالنا الجواب في شهر 2 إن إيقاف المباريات لغاية 1/4 احنا حطينا بلان بقى تجهيز للعيبة لكل الحاجات اللي احنا قابلناها في الموسم، الحاجات اللي ناقصه الولاد، الشغل اللي كنا محتاج ان انت تعمله وما كانش فيه وقت، ابتدينا نحط بلان واضح لغايه 10/4.
وكان البلان ده المفروض ان احنا في نهايته بنعمل قياسات بشكل معين كده مع المدير الفني الاجنبي عشان نعرف الاولاد وصلوا لايه. تمام. وكنا بنحضر للكلام ده. بنحضر الاجازه بتاعت شهر رمضان، طبعا كنا هنبقى يبقى في ايقاف، ودي كانت هتبقى الاجازه الوحيده بالنسبه لنا، وكنا هنرجع تاني نبدا 1/6 على طول بشغل بلان يعني واضح ومحطوط، وكنا شغالين على الكلام ده. كل فريق كان بيشوف احتياجاته ايه للموسم الجديد، وكنا فاتحين الفتره اللي احنا بنشوف العناصر المميزه اللي احنا كنا شايفينهم طول الموسم وما كانش في فرصه ان احنا ناخدهم. لما طبعا البلان اتغير على طول وجانا الجواب تاني ان في دوري، خلاص غيرنا البلان تاني وجهزنا. احنا بنتمنى يكون في استقرار خلال الفتره القادمه. مستر بروكيتش كان موجود معانا هنا في قناه الاهلي واثنى على كابتن خالد بيبو وقال في تعاون كبير وفي توفير لكل الامكانيات اللي بيطلبها. كابتن خالد، يعني سؤال كل جماهير الاهلي، السنه اللي فاتت ما كانش في اختبارات النادي الاهلي علشان المواهب تنضم في المحافظات علشان الكورونا، السنه دي ايه الخطه اللي محطوطه من قبل يعني كابتن خالد بيبو علشان يعني الولاد اللي نفسها تنضم لقطاع ناشئين النادي الاهلي؟ والله احنا حاطين في البلان ان السنه دي يبقى في اختبارات في المحافظات كلها. كويس. وهنبدا من بدري جدا. المفروض ان احنا كنا عاملين بلان من اول 6 ان احنا هنرجع نشتغل ونبتدي نحط البلان ازاي هنتحرك في المحافظات، ولازم يبقى المدير الفني موجود وهيشوف والكلام ده وهنعملها مراحل. يعني مش عايز اسبق الاحداث، انما كان في البلان محطوط ان احنا هنبدا على 1/6. طبعا انا مش عارف الدوري هينتهي امتى، يعني لغايه دلوقتي هل احنا في رمضان هتلعب الدوري ولا مش هتلعب؟ يعني انا جاي للجدول من غير ملاعب. الدوري جاي مباريات يعني محطوطه، بس محطوط ملاعب في فتره رمضان. مش عارف الفكره هنلعب دوري ولا هيبقى في ملاعب ولا مش ملاعب، لغايه دلوقتي مش عارف. احنا جاهزين لكل الاحتمالات. طبعا لو الدوري كمل اكيد هنرحل المسافه شويه، لو الدوري ما كملش هنبقى ماشيين بالبلان زي ما احنا حاطينه. بس اكيد السنه الجايه في اختبارات ان شاء الله للناشئين، يعني اختبارات ناشئين النادي الاهلي بتعتمد على حاجتين طبعا. اول حاجه ان يبقى ان شاء الله جائحه كورونا دي خفت شويه ونقدر احنا نتحرك، لان احنا يهمنا سلامه الناس قبل ان احنا نعمل اختبارات نفسها. طبعا يعني. طبعا طبعا. فلو الامور ماشيه بشكل كويس والامور تسمح لنا ان احنا نعمل الموضوع ده اكيد مش هنتاخر، واكيد هنتحرك بشكل سريع جدا على المحافظات. واحنا عاملين كمان في الاختبارات حاجات جديده كده السنه دي، طريقه الاختيار وطريقه الشغل يعني هيبقى مختلفه شويه. الراجل حاطط معايير عشان الاختبارات، فاحنا شغالين على 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 على, على الخط ده. ان شاء الله نتمنى ان الامور تبقى ماشيه كويس، وان يعني الجائحه دي تنتهي على خير ونقدر ان احنا نتحرك، لان انا عارف ان يعني في مواهب كثيره موجوده في المحافظات. واحنا السنه دي جالنا على فكره مجموعه من اللعيبه مميزين جدا في المحافظات. كويس. انما طبعا مش قادرين ان احنا كنا نتحرك لهم كتير السنه دي. تمام كابتن خالد، احنا بنحييك وبنشكرك شكرا جزيلا يعني على المداخله وكمان على شغلك ما شاء الله الهايل خلال الفتره السابقه في قطاع ناشئين النادي الاهلي، وبنتمنى لك التوفيق خلال الفتره القادمه.